إيكوكو إيكومبا صحفي نيجيري أجرى تحقيقاً عن طرق تهريب أموال حزب الله. يستغل اللبنانيون شركات صيد الأسماك والسلع المستوردة وتجار المخدرات خصوصاً في السنغال وسيراليون وغينيا وهنا في نيجيريا في جميع أنحاء غرب أفريقيا. لديهم سلسلة من الشركات من خلالها يتحركون في هذه الدول. هذه الصور الملتقطة عبر تطبيق جوجل إيرث في بنين تظهر أعداداً كبيرة من السيارات المستعملة والمصطفى على مقربة من ميناء كوتونو بانتظار البيع. الساحة الكبيرة تملكها شركة إليسا القابضة المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية بتهمة تبييض أموال تجارة المخدرات لصالح حزب الله. باستخدام تجارة السيارات كغطاء تم تحريك مئات الملايين من الدولارات عبر الحدود من حصيلة تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية لتودع بعدها في المصارف اللبنانية. في أواخر عام 2011 تقدمت السلطات الأمريكية بدعوى ضد مؤسسات لبنانية بتهمة تبييض ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي لحساب حزب الله. تم تحويل أموال من لبنان إلى الولايات المتحدة لشراء سيارات مستعملة. نقلت هذه السيارات بعدها إلى غرب إفريقيا، ثم عادت حصيلة بيعها إلى جانب عائدات تجارة المخدرات إلى لبنان من خلال قنوات غسيل الأموال التي يسيطر عليها حزب الله. أحد أهم تلك القنوات تمتد من عدة مطارات في غرب إفريقيا إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت. يكشف لنا أحد رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في نيجيريا والذي طلب عدم الكشف عن هويته حرصاً على سلامته الشخصية عن طريقة نقل الأموال. على مطبون وتسلمية بلبنان، لا تقطع لا كوستم، لا تقطع أي نقطة تفتيش وتسلمية بلبنان. المبلغ اللي تتخيلي شنط تقطع وتسلمية بلبنان. نفوذ حزب الله وسيطرته في لبنان يتيح له أن يقدم مثل هذه الخدمات وأن يتجاوز القوانين يعني القوى الأمنية والعسكرية والجمركية. والكل يعرف أنه يستثمر هذه المعابر في إطار عسكري وأمني وليس في إطار تجاري. الحقائب المليئة بالأموال والقادمة من كانو تفرغ في بيروت لتعود إلى نيجيريا وهي مليئة بجميع أنواع الممنوعات. إن كان بمطار بيروت، مطار رفيق الحريري، في شاب واقع كونتور بيقيد الأوزان اللي بتحقلها وما طلعناها على الطيارة، مجمعه مقابيره يمرق بات الجزء على أسامينا على الطيارة. وتوصل البضاعة على نيجيريا، بتتفضى من الطيارة دغري، الكاستمز، الإميجريشن النيجيري، ما إله حق يسأل لوين رايحين، شو هاي البضاعة. ما يحدث في مطار بيروت يتكرر في مطارات غرب إفريقيا، فالخبراء يرجحون أن الجماعات المقربة من حزب الله تفرض سيطرتها على المعابر الحدودية في معظم هذه الدول. هؤلاء أفراد بارزون وأثرياء للغاية ولديهم الكثير من النفوذ بسبب العلاقات الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين والفساد المنتشر في هذه البلاد،